بدايه تكون مضبوطه. طيب امسح هذا، استفدتوا منه خلاص. طيب لاحظوا هنا، لاحظوا هنا انه عشان احسب الريتس البرودكشن سكيدجولينج بحسب على اساس ايش؟ البرودكشن رانز. طيب اذا هنا هذا يا طيبين هو الاكتيفيتي، هذا هو الاكتيفيتي، هذا هو النشاط، وهذا امامه اللوكيشن ريت. اول واحد هو البرودكشن سكيدجولينج. طيب كيف احسب حق الريت؟ طبعا تكاليفه هي امامكم، كم منها؟ 95,000. انا بوزع على اساس البرودكشن رانز. كم التوتال رانز؟ 125 رانز، صح ولا لا؟ دورة التشغيل يتم 125 مرة، 125 عملية انتاج تتكرر، ينتج ويوقف، بعدين ينتج ويوقف، هذا المقصود بالبرودكشن رانز. تمام. اذا الان بقسم الاتي 95,000 بقسمه على مجموع الرنز، هذا 40 زائد 85 يساوي 95,000 على 125. حسبته مضبوط 760. ايش على طول بدون كسور؟ طيب ممتاز، خلاص خلاص. اذا 760 دولار بير رن، صح ولا لا؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعده، الماتيريال هاندلنج. هذه تكاليفه 45,000 بقسمه على ايش؟ هو على اساس الماتيريال مونس، بجمعهم الاثنين هم يا طيبين، بجمع 72 زائد 168 يساوي 45,000 على كم؟ 142، اليس كذلك؟ طيب 187.5 187.5 اذا بيساوي لنا 187 دولار ونص بير موف. تمام. طيب اللي بعده ماتشن سيت اب. طبعا بقسم تكاليفه وقدرها 25,000 على توتال سيت ابس، هذه عندكم 45 زائد 155 يساوي 25,000 على 225 دولار بير سيت اب. تمام. طيب الاسمبلي
بجمع أيضا نفس الآلية، بجمع طقس تكاليف وقدرها 60,000 على التوتال لوكيشن بيس، وهو عندنا الآن شو الماتشين أورز تمام، اللي هي 5500 زائد 4500 يساوي 60,000 على 10,000 يساوي 6 دولار كيلو أور. تمام. بعدين الانسبكشن تكاليفه، طبعا لاحظوا عدد مرات الفحص 400 مرة والتكاليف حق الانسبكشن 8,000، اذا 8,000 على 250 زائد 150 يساوي 8,000 على 400 ويساوي كم؟ 20 دولار لكل عملية فحص بير انسبكشن. طيب الآن فيما يتعلق بالماركتينج كوست بطلع دايركتلي، بضرب الريفينيو لكل برودكت في كم؟ في 3%. لا، وهذا الريفينيو حق البرودكت الأول واضربه في 3%، وهذا الريفينيو حق الاكستيريور واضربه في 3%. أعتقد الفكرة واضحة، بوزعه هنا ايش؟ دايركتلي. تمام. إذا أنا الآن مش بحاجة إلى التوتال اللي موجود في الأسفل، ما أحتاجوش الآن هذا. كل ما أريده إني أخذ الريفينيو لكل برودكت وأضربه في 3/100. هنا بيطلع لنا 12,000، وهنا بيطلع لنا يا طيبين 19,800. تمام. طيب نعم، اول مبلغ الاجمالي كامل عشان تعمل في المعالي حالة. انت بتعطي لكل منتج لوحده بعد، خلاص بدل ما ارجع تعمل له توزيع مره ثانيه وتقول البيس هو الريفينيو واقسم على الريفينيو وطلع الريت على طول دايركتلي. تمام. طيب الان بكل سهوله هذا هو الكالكوليشن الخاص بالكوست اندر اي بي سي كوستنج. بدأ أول شيء يعمل كالكوليشن ليش؟ للدايركت كوستس. طبعا بقسمه لعمودين، هنا يا طيبين هو الانتيريور، وهنا الاكستيريور، وهنا بحسب الكوست. أول عنصر من عناصر الكوست بدأ بالدايركت كوست. أول نوع هو الدايركت ماتيريالز بنفس طريقة الكالكوليشن اللي عملناه في ظل السمبل، في ظل السمبل 30 في 3200، وهنا 45 في 1800، نفس ما عملنا قبل قليل. لو قلبت الصفحة اللي حليت فيها بتحصل الإجابة لدي. إذا 3200 في 30، وهناك 1800 في كم؟ في 45. تمام. انتم عملتوا كالكوليشن كم كانت قبل عشان بس الوقت حق الكالكوليشن 96,000. ايوه، لو جبتوا لعندكم الداتا السابقه بتحصلوا كان هنا 96,000 وهنا 81,000. طيب ما
نفس الكلام بنطلع من عندك الإجابة السابقة، بنطلع على الدايركت مانوفاكتشرنج ليبر. طبعا معلش بنضيف كلمة كوستس عشان الحديث عن كوستس مش عن كوانتيتيز. بنضرب 3200 يونت في الدايركت ليبر بير يونت اهو 16، وهو موحد نفسه 16 للانتيريور و 16 للاكستيريور. فبنضرب الكوانتيتي اوف اتش برودكت في 16. هنا عندك 3200 في 16، وهنا 1800 في 16. يعطونا بس من الورقة السابقة عندهم. لما حسبنا كم كان؟ 50 و200 وهنا 51 و200 وهنا 28800. الآن نفس الفكرة بوزع عليها الماركتينج اكسبنسز اللي أنا وزعتها دايركتلي بناء على برزنتاج اوف ريفينيوز. بحط 12000 و10800 دايركتلي. إذا بعدين بيجي عندك الماركتينج كوستس أهي من خلال الكالكوليشن يا طيبين، من خلال الكالكوليشن. وبكتب هنا ثلاث نجمات اهي، ثلاث نجمات، واحطها على العين هنا، وبحط الثلاث النجمات هنا عشان وانا اقرا في البيت اتذكر من وين جاءت هذه الاماونت. تمام. طيب إذن بكتب هنا 12000 وهنا 10800. طيب الآن انتهينا من الدايركت. طبعا ممكن تكتب التوتال دايركت تجمعه. تمام. وممكن نعدي ونواصل نشوف. طبعا هذا بحسب احتياجاتك انت للداتا وتحليلك لها. تمام. فممكن نعمل توتال دايركت، ما فيش مشكله. اهي توتال دايركت كوستس. طبعا نجمع هذا مع هذا، نجمع هذا كله. طبعا كم كان التوتال من قبل؟ ما جمعناش الدايركت، خلاص بنجمعهم مع بعض. 96 زائد 51 و200 زائد 12 بيطلع لك 159,200. 159,200 يطلع 120,600. طيب وهنا 120,600. في شيء كوسيان. طيب خلينا نشوف بعدين الاندايركت كوست. طبعا الاندايركت كوست بناخذ كل نشاط لحاله وناخذ حق الريت ونضربه في الالوكيشن بيس وخلاص. نبدا على نشاط اول نشاط البرودكشن سكيدجولينج. طبعا لاحظوا يا طيبين انه الريت 7760 هذا البرودكشن هو على اساس ليش الرنز. كم في رن هنا؟ 40 وهنا 85 صح ولا لا؟ اذا الاول بضربه في 40 والثاني باخذ له 760 في 4 في 85. طيب 760
في 40 30400 64600. طيب انتم معي ايش اللي يعملون الان بالضبط؟ واضح واضح. طيب اللي بعده ماتيريال هاندلنج. بنفس الفكرة بأخذ الريد أمامكم بيرموف الريد 187.5 بشوف كم في عندك موفز هنا 72 بالأول والثاني بضربه في كم في 168 إذن الأول بضربه في 72 الثاني 187.5 في قلنا كم 168 صوت 13500 هنا 13000 500 ايوه 31500 31500 ممتاز. بعدين المشن ستوب الستة بيطيبين 125 بير ستة كم في ستة هنا؟ في هنا 45 وهنا 155 إذن بأخذ هذا المئة والخمسة والعشرين وضربه في 45 وأخذ 125 وضربه في 155 5625 5625 ايوه 19375 375 طيب الاسمبلي نفس الآلية بنفس الآلية بأخذ الريت ها هو 6 دولار أضربه في الأورز في المشن أورز في 5500 للأول والثانية 6 أضربها في 4500 33000 27000 33000 و 27000 طيب اخر شيء الانسبكشن بنفس الآلية بنفس الآلية بنطلع 20 الريت اهو 20 بضربه طبعا بير انسبكشن كم في مرات حتى الانسبكشن هنا 250 انسبكشن وهنا 150 اذا 20 في 250 و 20 في 150 5000 3000 طيب 5000 و 3000 انتهينا الان نجي نحسب التوتال وبعدين نطلع الكريونت كوست ونقارن ونشوف ايش اللي تغير بالنسبه لوضع تو تايبس كوست وايش تاثير هذا على المشكله اللي قال المدير انه يعاني منها انه انخفاض الحصه السوقيه حق الانتيريرز هنا التوتال كوست طيب بنبدا 159200 عفوا 159200 زائد 30000 لحظه ادفع الحالة انا اخبط على هذه لحظه 159200 خلاص هذه الدايركت زائد 30400 زائد 13500 زائد 5600 25 زائد 33000 زائد 5000 يساوي 246000
الثاني وستة وأربعين ألف